بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس رقم 60 من دورة أوتوبلي ميديا ستوديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله يا إخوة هنتكلم النهاردة على شيء مهم وهو هوايل. إيه هوايل؟ هوايل باللغة العربية يعني عندما، تمام، باللهجة العامية الدارجة لما. طيب جميل، هنفهم يعني ايه بريك، بس خلينا دلوقتي نتكلم على هوايل. يعني ايه هوايل؟ عندنا شرط هقول لمثلا، فاكر انت لما كنا بنستخدم اف المثال بتاع مثلا شخص مريض وراح للدكتور ما لقاهوش، فخلي بالك بيقول للممرضة ايه اخر حاجة لما كنا استخدمناها مع اف؟ قلنا له، قلنا لها لو نصحت روح، اسف الجمعة هيروح لان الدكتور بيفتح الايه الجمعة. طيب خلي بقى، طيب افرض راح الجمعة والدكتور لسه موصلش، تمام، فهو بيتصل الدكتور جاي ممرضة، لا تمام، لاحظ بقى هو ايه، لما الدكتور يجي اتصل بيا، تمام، بس لما الدكتور يجي اتصل بيا، يبقى هي هتتصل بيه امتى؟ لما الشرط يتحقق. ايه هو الشرط؟ مجيء الدكتور. مجيء الايه؟ الدكتور. وصلت الفكرة؟ مثال تاني، الشخص اللي اترفض من السفر لدولة قطر علشان مثلا رصيده البنكي او ما كملش مثلا 20 سنة، تمام، بتاع المكتب تقول له لما تكمل 20 سنة تعالى، يبقى هو يروح امتى؟ ها، لما يكمل 20 سنة. وصلت الفكرة يا رجالة؟ تمام. طيب تعالى نضرب مثال، تعال نضرب ايه مثال. اول شيء هنعمل هنا زرار، نحط عليه الاكشن، احنا تعبنا الزرار ده معانا بصراحة. لاحظ اقول له ايه، اكس بيساوي عندي متغير اسمه 1، تمام، بستخدم ها تركيب هوايل ازاي، هوايل اف مش كابل سمول، هوايل لما، وهنا ها الشرط ها دو اخرها اند برضو، وهنا اهو الحدث يتم في حالة تحقق الشرط، تمام. وصلت الفكرة يا اخوانا؟ هاد ده في التكوين، حطه هنا، تمام، يبقى هوايل الشرط الحدث يتم في حالة تحقق الايه، ها احسنت، في حالة تحقق الشرط، ثم اضغط انت، تمام، هاتها هنا عشان تبقى ايه ترول ال، تمام، يبقى هوايل ثم بين قوسين كده الشرط اهو، تمام، تمام، بعدين كلمة ايه دو. طيب تعالى النفس، تمام، خد ده كومنت اهو عشان يبقى قدام عينينا واحنا شغالين، وهنا هقول له هواي لا الاكس اقل من العشرة، كل ما الاكس اقل من عشرة بحث، خلي بالك من الحتة دي دو، يبقى الشرط عندي ايه، ها ان الاكس تكون اقل من العشر، الاكس بمقدار كام؟ ها 1، احسنت، دو ايه هيعمل ايه، وهنا انت نهاية الايه الهواية، تمام، ها هيعمل ايه مثلا، طلع رسالة ديالوج دوت مسج، طلع الرسالة بقيمة الايه، قيمة اكس في البادي، بادي الرسالة يعني، تمام، في بادي الايه الرسالة، يبقى الاكس 1، كل ما هو اقل من 10 طلب قيمة الاكس. تعال نجرب ونشوف ايه الخطأ اللي هيحصل، تمام، خلي بالك من الخطأ الايه اللي هيحصل، لما اضغط عليها 1 1 1 1 هتفضل معاه انت كده على طول كتير جدا. ليه؟ خلي بالك انت بتقول له
كل ما الاكس اقل من 10 يظهر الارث. طيب ما هو الاكس هيفضل طول عمره بواحد، يبقى يفضل طول عمر، هتفضل الى ما لا نهايه الاكس بايه الرساله تظهر لك. طيب نعمل ايه؟ قال لك اه تعالى هنا، ما تقول له زود الاكس بقيمه واحد. طب بتزودها بقيمه واحد ازاي؟ تقول له اكس بتساوي اكس القديمه زائد واحد. وصلت؟ فاكر كنا بنحجز في الذاكره، يروح يجي قيمه الاكس تمام ويزود عليها واحد ويخزنها الاكس الايه اللي موجود. وصلت؟ يبقى دايما ما تنساش في هوايل تعمل عداد وانت هتستخدم الشكل ده تمام. تنساش تعمل ايه؟ ها تزود العداد ده بيسموه الكاونتر. الاكس هنا الكاونتر هيزود. وصلت اخوانا؟ تمام. تعال نجرب. طبعا لما اعمل بريفيو هيقول لي خلي بالك في خطأ في بروجكت شغال. اقول له اه شغل، اقفل اللي كان شغال قبل كده وافتح الايه الجيت. تمام. خلي بالك ايه اللي هيحصل. انا بقول له ايه في الكود؟ اكس بيساوي واحد، حاجه كان في الذاكره اكس بيساوي واحد. بقول له وايل لما الاكس اقل من 10 طلع رساله بمضمون الاكس. تمام. الاكس اقل من 10 اه طلع لك رساله واحد. بعدين يزود الاكس بقيمه واحد، اكس بتساوي اكس قديمه زائد واحد، يبقى واحد زائد واحد بيساوي اتنين. ها اقل من 10 اه تعالى اظهر الرساله، هتبقى هنا ايه اتنين. ها يبقى الاكس بتساوي ها قيمه الاكس كام دلوقتي؟ ها مش واحد بقى، بقت اتنين زائد واحد يبقى تلاتة. هي أقل من 10 اه يظهرها لي ويزود، بقت 4 أقل من 10 وهكذا. تعال نجرب أهو، واحد يروح يزود واحد، بقت اتنين أقل من 10 اه تلاتة أقل من 10 زود ويظهر، ها أقل من 10 اه زود ويظهر، أقل من 10 اه ضيف واحد بعدين أظهر رسالة، ها وهكذا لحد ما توصل ها لتسعة. وصلت الفكرة يا اخوانا؟ ليه؟ لأن التسعة اهي أقل من 10، لكن عايز تظهر 10 كله يساوي. وصلت الفكرة؟ تمام. عرفنا تركيبة هوايل ازاي؟ بنستخدم هوايل امتى؟ بنستخدم هوايل امتى؟ دايما في معظم في العمليات الحسابية، في العمليات الايه؟ الحسابية أكتر. يعني لما نلاقي كذا اعمل كذا، لما نلاقي كذا اعمل كذا. تمام؟ يعني في الحالة دي بنستخدم هوايل. تمام يا اخوانا؟ تمام. طيب ايه بقى حكايه بريك؟ خلي بالك احنا كده خلصنا هوايل، بس هي دي اصلا فايده هوايل. تمام. طيب ايه بقى فايده بريك؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فايده بريك اللي انت ممكن تخرج في وقت معين، بمعنى تمام خلي بالك هاجي هنا اهو بعد يزود هقول له اف اف جوه هوايل اه عادي، هقول له اف لو الاكس بتساوي 5 ها زن، وهنا هنهي الاف. عارف بقى ايه فايدة التنسيق؟ لو الاند هنا خلي بالك والاند تحتها، انت مش عارف الاند دي بتاعت هوايل ولا بتاعت حاجة تانية. لا فاهم الجزء اهو، ابدأ واحد جوه وهكذا، ده ادخل جوه عشان بيسموه مستوى. ده كله ده اسمه بلوك، بلوك الهوايل، واللي كتب هنا بلوك الاف. وصلت؟ يعني الجزء البرمجي بتاع الايه الاف. هقول له هنا لو الاكس وصلت لحد الخمسه، الاكس بيساوي 5 ها اعمل بريك. يعني ايه بريك؟ بريك بيخرج لي ها من الهوايل. اصلا الهوايل بيسموه لوبينج، تكرار. يعني فايده الهوايل تكرار، يفضل يكرر الحاجه، يفضل يكرر 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 يكرر. يعني عايز انت عايز تدي من واحد لحد 100، عايز تعمل الحاجه يعني مثلا ايه، انت عايز تقول له مثلا كرر لي يا ابن الحلال جملة مثلا، أي جملة من حد لمية. تمام؟ يبقى تستخدم إيه؟ هوايل. ليه؟ تقول له طول ما العدد بتاعك التكرار بتاعك أقل من المية ها يفضل كرر الجملة، ها واحد كرر، اتنين تلاتة أربعة 95 96 يكرر، 97 يكرر، 98 يكرر، 99 يكرر، يبقى لحد 100. وصلت؟ فايدة اللوب إيه؟ ها تكرار. ما تنساش فايدة لوبينج، خلي بالك هوايل جزء من اللوبينج. يعني جزء من اللوبينج يعني ايه؟ تكرار اهو. اللوبينج الاول تمام، الايه؟ هنقول اللي هي بتساوي التكرار تمام، او بيسموه ساعات اتريشن التكرار برضو. يعني لوبينج او اتريشن او تكرار. تمام. يبقى احنا بنستخدم ايه؟ هوايل. طيب بريك هيعمل ايه؟ هيخرج بقى من اللوب. اللوب بتاعي فين؟ اهو البلوك ده كله، والبلوك ده خاص بهوايل، يبقى يخرج من ايه؟ من هوايل.
يبقى بريك عايز تخرج من هوايل في وقت معين تستخدم بريك، تمام؟ عايز تخرج من هوايل في وقت معين تستخدم بريك، ها جرب. فايدة هوايل ايه؟ التكرار، تمام؟ اهو 1 2 3 4 5، ما ظهرتش ليه؟ اصل انت قلت له لو هو بيساوي الخمسة اخرج، هو بالفعل بيساوي الخمسة، تمام؟ هو بيساوي الايه؟ الخمسة، فخرج. وصلت الفكرة؟ طب خليه مثلا بيساوي مثلا ايه؟ الاتنين. لو بيساوي الاتنين، ها تعال واحد بس خلاص. ليه؟ ما خلاص بقى، ما هو انت جيت هو بيساوي الاتنين، اه خلاص اخرج. وصلت؟ تمام. طيب يبقى كده بفضل خلصنا هوايل، عرفنا بتكون ازاي. اهو هوايل الشرط هو اللي هنا هيفضل يتكرر طول ما الشرط ده محقق، تمام؟ في حالة ايه؟ تحقق الشرط، يعني يفضل يكرر يكرر لحد ما الشرط ده ما يتحققش، تمام؟ انت بتقول له كل ما الصفر اقل من المية، كل ما اسف اكس اقل مثلا من العشرة اعمل كذا. اقل من عشرة؟ اه. اقل من العشرة؟ اه. اقل من العشرة؟ اه. اقل من العشرة؟ اه. اقل من عشرة؟ لا اقف، تمام. يبقى خلي بالك ده الشكل بتاع حوايل، الكلمة دي كلمات محجوزة اهو زي ما خدنا قبل كده. الشرط ده اي شرط برك الحدث، تمام؟ اهو ده بيسموه البوك او الجزء، جزء الكود ده مش شرط سطر ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، تمام؟ ممكن تكتب هوايل جوه هوايل، واف جوه هوايل، وهوايل جوه اف، وهكذا. يعني ان شاء الله هننوع من الحاجات دي مع الايه؟ الامثلة ان شاء الله، تمام؟ طيب جميل جدا. عايزين بقى او كده نكون ننهي هوايل ان شاء الله، ناخد الدرس الجاي ايه؟ الدرس اللي بعده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.